رمضان مبارك فضلي قبل شبرا كيسني رمضان مجازا اوفر اي كويري وحو كي الله حانو تحموني دمان باع اقب كروو تلقل بشبرا كيسن ويلشا ينعيدك لقديسن اي قلم كا شرابة كل نقطو اي عندا بشبرا كيسن اي رمضان ددوينو هوتي من الانينا بشبرا كيسن فلني جيجا رمضان مبارك مجازا اوفر حروتي حموني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج شئ نيقون مال أنا وحنا صور جادني يندوسي ذني تو أبي ودوسي دوان ومدحينه وكشري قدرته ودوسي كي لا يحافظها عافضة النصيب ودوسي أوليسن هير سرة أولين قلب عصر أوردن وحي وحبر شدة وبهنيد ارتدي ويسوس زيارتي مانتا يدو وضتا هديدي هدي يدونا لك عشان يساعد يدهاسي إن جرو أحمد جراهان إن أوفر إن وان أحمر هنا وحنا قيمين دونا إن هديدو إن هدي هذا فربضن وحنا تفرحين دونا إن عرورتا يودلان كا إن وحبرتا إن جد سيدن مرحبا بكم بحلقة جديدة لبرنامجكم السؤال وجائزة. اليوم قمنا بزيارة مدرسة نوتوبي هي مدرسة ابتدائية إعدادية قد دشناها فخامة رئيس الجمهورية في بداية هذا العام وهي مدرسة متطورة خصصت لحي نصيب الحي المعروف بفونداسيون إيوجي. سنسأل طلبة وسنوزع جوائز قيمة للمشاركين تابعونا وحن أن بلا بدنا أن نودينو أن أرضيدا أن سؤالو أن لداء وأه بلا وضع أن أساسية دين الإسلام شاء أرضي دو هريان لكل مدونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجعة حسن أمي فهد. حسن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهجروا ذهد ماين مرشي ومدينة وهجروني يا راعي عبد المطلب. عبد المطلب الراعي بولي جوابته ماشي إذا مهرين نحرجين إن أنا داوت برامج تاعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجعان ريان محمد. السؤال شو هو حيوراني نبي محمد عليه الصلاة والسلام مرتي وهجرته وربحي ومدينة هذه يا راعي هيد وحي راعي أديركي أديركي براعي ويولي إن جوابتها سي صح ماهن ترى صعوبة برنامج شاقون مال. مجعان نمع القرآن كم تبرت؟ لا. إن أي الكيد جاد؟ يا. إن أي دين عباد؟ قل أعوذ برب الفلق. بل قل أعوذ برب الفرق وآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد ومن شر نفاسات في الوغى ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله نعم مدرسة بدأتها yeah. مدرسة بدأتها بحافظة مدرسة نعم ير نحيك جوابتي نواخر سي سورة كميدة سورة قرآن نعم وحالينا هاي همبليو همبليو هديد نوائرتيدي يدو لك عشان يسجر بابو أحمد صاحب جمهد عبدي إياه تقبل سين دونه نعم وحي شبو ليستي إن هديد ديني إن مانتا إن صاحب جمهد عبدي إياه سينيا ودر إن أي كبعيدي دونتو هدو له دولو أوفر أيام الحنية ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مجعان اسمي أحمد علي. أسمع سؤال شو وحي أرانيسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مرتي وهجروذي يعني يا لسعوذي ومدينة كذي أبو بكر صديق أبو بكر صديق أو بتر صديق يا لسعودي تري إن جوابته صح إن هديدو
وارتدي دلوقتي عشان يسعد جروب ابو احمد. ان اسمع وعي هالشيء ان هديدي لبعض حلقه دين المانتا وحكومي هدر عيدات وعن لنا هي همبليو جباب في عم بيبي حسي هديد وارتدي دلوقتي عشان يسعد جروب ابو احمد صاحب جمال عبد ياسين عيا. رمضان مبارك فمني قبل شبرا كيسني رمضان مجازا أوفر أي كويري وعو كي لا حنو تحموني دمان با أقب كروا وطلق لبي شبرا كيسن ولسا ينو عيدك اللي قديسن إيه قلم كا شرابة كل نقطو إيه عندا عم بشبرا كيسن إيه رمضان ددوينو هوتي من الآننا بشبرا كيسن فمني قيقا رمضان مبارك مجازا أوفر حروتي حمودي. ماذا؟ أيان اسمن علي. أيان نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت أونن إن دينت أيان عان نقول أول وذا مقلين دوري بيشبه مجري نقل أي لا يكون عبد مجرين أقل كم حال ورنجري؟ مسجد الأقصى. الأقصى جواب صح ما هين ترى صعب رميش أقول مال. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا؟ محمد. محمد بل نمقشي آية القرآن النمقشي بل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني ما شاء الله يعني سفي عن أيو أخري يعني هديد أيو ليهي يعني هديد ويرتدي يدو الله عشان يسجلوا أبو أحمد جارهان إن أوفر أو يسدوا مانتا تابد لنا إيه على قد المانتا أحمد إن هديد أيو ليه عاوة إن هديد دونو ويرتيدي يدو سي لك عشان يسجلوا أبو أحمد صاحب جمهد عبدي أي ياسين أيا رمضان مبارك فمني قبل شبرا كيسني رمضان مجازا أوفر أي كويري وعو كي لا حنو تحموني دمان با أقب كروا وطلق لبي شبرا كيسن ولسا ينو عيدك اللي قديسن إيه قلم كا شرابة كل نقطو إيه عندا عم بشبرا كيسن إيه رمضان ددوينو هوتي من الآننا بشبرا كيسن فمني قيقا رمضان مبارك مجازا أوفر حروتي حمودي. السلام عليكم. عليكم السلام. مدعى احمد. احمد سؤال شو حيروني امسام سوره قرآن او لبس جدود له يا ايها المزمل. يعني يا ايها المزمل جواب صح ما هن ترى صعوبه برنامج اقول مال. مدعى تفتاقي رايه نبي محمد ويدي مدعيد بلورنجري آمنة إن آمنة بنت وهب جوابت واصح هذه دو إرتي دي يدولك عشان يسجروا أبو أحمد عبد الفتاح وعقود وليستي إن سؤالي حلقة عاوة إن هذه دو إرتي دي يدولك عشان يسجروا أبو أحمد صاحب جماهد عبدي أيا سين أيا أوفر أيا قبل وحفق هذا كي نهو شعال. السلام عليكم. عليكم السلام. مجعان حسن روبلادي. حسن سؤال شو وحي أورانيسا إن سدتن نو حال ذا ربا إن سورة القرآن وخضرة الرومان كلي ده هذا خضرة الرومان كلي ده هذا لبس جهر ولا هيك ولا حشيق رومان الروم بوري إن جوابته إن صح ما هن كلا صعوب برامي شاقون مال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجان أبوك الحسين عثمان. أبو بكر نبي محمد مسجر بوها مرت دين تلو ديبه أفرت أفرت أن أفرت نجر أيوها أن جوابته وصح هذه دون ويرتي دي دولة شنيسة أن جروب أبو أحمد جارهان أن أوفر أبو بكر حفظ الاستي سؤالي ما أنت أنو سو أن قرشيني هذه دون ويرتي دي نوحي لك شنيسة جروب أبو أحمد جارهان أن أوفر أن مهد عبدي أن سعرها برامش ياسين أيا وحالينا هي همبليو مدعان لقمان القرآن إنا 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 عبد جدي والشمس ما نوخري ترسل ها
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها. ما شاء الله ما شاء الله. درست بدأت أبنجي ما شاء الله جوابتي سوي في عنتهاي إن هديد أيو ليهاي هديد ويرتدي يدو لك عشان يسجب أحمد جارهان أوفر لقمان وأرضي هذه هذه فريدة أرضي ذا إن ريجبوتي جارهان إن سولت أنا وحبرتا نوح وأخري إن سفي عم بوأخري سوردي ودورتي إن هذه هذه في عنيد وقراءة في عن له وحلينا هم بليو إن مهد عبد ياسين هيا هذه دو ارتيدي دو لوكيشن يسجل ابو احمد اوفر وحلينا هم بليو هم بليو هم بليو. السلام عليكم. عليكم السلام. مدعا في جامعة علي فلس النبي محمد عليه الصلاة والسلام امس عيال ودلي تدبا دو ودلي ان جوابته صح ان هذه دونا وارتيدي دو لوكيشن يسجل ابو احمد فيزا وحلو دوليستي ان هذه دي عواقبينيني ان وحلينا هم بليو هم بليو المهد عبد ياسين اي هدي دو ارتدي يدو لك عشان يضرب ابو احمد جارهان اوفر همبليو همبليو همبليو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك؟ امجد. ثلاثه من اسماء الانبياء او رسل. نبي محمد عليه الصلاه والسلام ونبي موسى عليه الصلاه والسلام ونبي عيسى. النبي عيسى اجابه صحيحه وسليمه مبروك حصلت الجائزه. أمجد فاز هذه الجولة أيضا نقول له مبروك. هذه مقدمة من قبل مجموعة أبو أحمد خاصة متجر أوفر عبر زميل مهاد عبد الروبلا. مبروك مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ عبدو مروان عبدو. يعني عبدو أركان الإسلام خمسة. الأول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. الثاني تاج الزكاة. الثالث صوم رمضان. الرابع خج البيت ان استطاع اليه سبيلا. الخامس صلاة. اجابه صحيحه وسليمه وهذه مقدمه من قبل متجر اوفر. عبدو مروان ايضا من الفائزين هذه الجوله وهذه مقدمه من قبل متجر اوفر نقول له مبروك مبروك مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك؟ قاسم علي مهيب. هل درست القرآن؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس ما سواها علمت ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مبروك مبروك وهذه مقدمة من قبل متجر أوفر. قاسم ايضا فاز من هذه الجوله وهذه مقدمه من قبل متجر اوفر عبر زميل مهد نقول لهم مبروك مبروك مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدعان. مالكه. ان مالكه القران اللي عدد ها وانا اخريا تلاوه قدام حفظنا الى ياسين بن قاري سوره ياسين بن اخري كريسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله سورة ياسين بلوديسين آخر سي نوح علينا همبليو همبليو هذه يدو ارتدي يدو لك شنيسة نجروب أبو أحمد نوح علينا هاي مبروك مبروك مبروك. ما حكيت برة القرآن وان لكتا هو دو معلمة مالكة مالكة وليستي هديد يودن بيسي عاوة وحلينا مالكة مبروك همبليو نحرجيني قرآن كنسا انت دارسي وضعي حفظيسو وحي تري تلاوة وانهودن بيي نخرسهان حفظنا إنا ياسين ايان سعودا نحرجيني انو ويدما يسترتو ان هديد ويرتدي جدو لك عشان يسبرو ابو احمد وحلينا مالكة مبروك همبليو همبليو همبليو. waxaan soo gaarnay dunaanadii afmeerkii xalqadeena caawa ee waxaan joodnay soolkan Itoobiya oo ah sool hoose ee dhexe oo aan u qaybinay ardayda hadiido kadib markii ay ka jawaabeen dhamaantay oo shaakir celiye jila ah sawir qaade wahiib obsiye maxamuud oo loo yaqaan Yunis
سوحنا برنامج مهد عبدي يعلي فرح دمانتيو وحن لنا هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلها وإياكم إلى ختام هذه الجولة، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله. Dalam sih, kerana kau tulis.